طبعا تابعتي موسم رمضان الأخير، وإحنا دايما بنقيس في رمضان إلى أين وصلت الدراما المصرية على سبيل التحديد، كيف وجدتي؟ أنا وجدت بصراحة أنه موسم ناجح، بالرغم أنه جايز عدد، يعني دايما كل سنة بيبقى فيه مسلسل أو اتنين هما بنقول عليهم هيت، يعني فرقعوا كده. جايز السنة دي مفيش النوع ده من الأعمال، بس كان فيه أعمال كتيرة جدا الناس تابعتها، وده مكسب في حد ذاته ان المشاهدين اتوزعوا على اعمال كتير وشافوا حاجات كتير اتكلموا عنها، وانه كان في اعمال بطوله شباب صغيرين اتشافت والناس حبتها. فبالعكس انا شايفه انه موسم ناجح الحقيقه، يعني جايز. هل يعني مثلا عن طريقه او اثناءه اكتشفنا مواهب جديده لم تكن موجوده بالتأكيد من قبل؟ في مخرجين جداد ظهروا، في ممثلين جداد ظهروا او ممثلين ما كانوش اخدوا حجم ادوار كبير، اخدوا الحجم ده وابدعوا فيها. فهو كان يعني من وجهه النظر دي هو موسم ناجح. طيب، تكدس الدراما او العرض الدرامي للمسلسلات في رمضان، هل يعني هي ظاهره بتتكرر معانا من سنوات طويله جدا جدا، افادت الدراما ام من الافضل ان الدراما تتوزع على مدار السنه؟ هي الفكره ان هي ليها جدوى اقتصاديه ابعد من القرارات الفنيه تجاه نعرض كله في رمضان ولا نوزع على مدار السنه، لان هي مرتبطه بالاعلانات. فدي حاجه الحقيقه انها مش في ايدينا احنا كمبدعين، احنا بالعكس احنا نتمنى ان شغلنا يتوزع على مدار السنه وما نبقاش مزنوقين في فكره انه رمضان والزنقه وبنشتغل على اخر لحظه وهكذا. لكن عشان تتحل هي محتاجه قرارات اقتصاديه اكتر منها في المجال، يعني اكتر منها فنيه. اقتصاديه بمعنى؟ بمعنى انه الانتاج التلفزيوني بعيدا عن المنصات، لان المنصه معتمده على الاشتراكات، بس التلفزيون معتمد على الاعلانات. ايوه، فالمعلنين الموسم بالنسبه لهم هو رمضان، فبالتالي الحصه الاكبر من ميزانيات الاعلانات بتبقى في رمضان، وعليه الانتاج الاكبر بيبقى في رمضان. طب على مدار السنه المنصات بتعرض، عشان المنصه مكسبها من الاشتراك. ايوه، فبالتالي يعني المعادله الاقتصاديه مختلفه ما بين المنصه او التلفزيون. طيب، المنصات طبعا يعني شيء جديد في حياتنا، ايضا مواقع التواصل الاجتماعي شيء جديد في حياتنا، لها تاثير ما على الدراما؟ بالتاكيد طبعا، يعني على تاثير على كل حاجه في الحياه. هي بقت يعني متوغله في حياتنا بشكل فظيع. طبعا ليها تأثير كبير، لأنها بتوجه الرأي العام أحيانا بشكل إيجابي، أنه الموضوع يطرح ويتم مناقشته، والرسالة اللي كنا بنقعد قبل ظهور السوشيال ميديا عشان نوصلها يعني يتم طرحها مثلا في الجرايد على مدار أسابيع في سلسلة مثلا، أو حاجة ممكن في يوم تبقى بوست يعني يوصل لكل الناس. فأحيانا دي ميزة. في عيوب تانية، انه بقى أحيانا بيتم توجيه الرأي العام على غير حق، يعني تبقى يعني في نوع من الخداع أحيانا بيحصل، زي فكرة انه استخدام الترند بطريقة مش مظبوطة، انه ما تبقاش الحاجات حقيقية. انا مش شاطرة في السوشيال ميديا اصلا ولو بروفايل جدا، فحتى مش عارفة الحاجات بتتعمل ازاي، بس يعني عارفة انه احيانا في طرق مش حقيقية بيتم استخدامها عشان توجيه الرأي العام من خلال السوشيال ميديا. طيب، يعني دلوقتي الجمهور مثلا ممكن عن طريق فعلا المنصات يشاهد أعمال درامية من العالم كله وبشكل دائم. طبعا هو اللي حاصل، انه اولا الاجيال الصغيره ارتباطها بالاعمال المصريه قل، من ناحيه لانه بقوا منفتحين على حاجات من العالم كله فبيتفرجوا عليها، ومن ناحيه تانية كمان لانه بسبب السوشيال ميديا وسرعه ايقاع الحياه، هم عايزين يتفرجوا على حاجه 5 دقائق، هم هيتفرجوا على تيك توك،
هو مش هيقعد يتفرج 45 دقيقة على حلقة مسلسل، ولا مصري ولا أجنبي، يعني مدة تركيزهم بقت أقصر مننا بكتير. فأعتقد إن إحنا لسه مش عارفين نخاطب الجيل بقى الصغير بحقيقي. إحنا بنخاطب جيلنا واللي أكبر مننا واللي أصغر مننا بشوية بس. جيل ابني مثلا، يعني ابني عنده 16 سنة، لا ابني ما بيتفرجش على ولا مسلسل غير المسلسلات الكوميدي عشان بيحبها، بس غير كده ما بيتفرجش. يعني المسألة فعلا عايزة يعني نوع من الدراسة حتى. هي محتاجة وقفة في رأيي، يعني عشان ما هو مين اللي بيربي دلوقتي؟ كان زمان بنقول البيت والمدرسة، دلوقتي البيت شوية قد كده، المدرسة شوية قد كده لو موجودين، والباقي سوشيال ميديا. فلو احنا ما عندناش محتوى نقدمه يديهم الاساسيات اللي احنا عايزين نوصلها لهم، هم بيتربوا على وات ايفر بقى، كل واحد وحظه بقى، على حسب كل واحد بيتابع مين وبيتفرج على ايه، والاصحاب بيشدوا بعض اتجاه حاجات، يعني كلهم مثلا بيتفرجوا على الانفلونسر ده او القناه دي على يوتيوب او وات ايفر. فالحقيقه انه السوشيال ميديا هي اللي بتربي ولادنا. يعني لو استمر هذا الحال وقطعا هيتسع، كيف نتخيل فعلا الوضع بعد 10 سنين مثلا؟ اعتقد ان احنا محتاجين نفكر ازاي نقدم لهم محتوى ملائم ليهم من وجهة نظرهم هم، مش من وجهة نظرنا احنا من فوق كده ان احنا هنربيهم فنعمل لهم حاجات توعوية تربوية عمرهم ما هيتفرجوا عليها.